أفاد مراسل موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري أن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في الدوحة بشأن صفقة المحتجزين كانت مفصلة وبناءة، حيث حضرها جميع الأطراف المعنية. وأضاف الموقع أن المشاورات ما زالت مستمرة مع التركيز حاليا على تفاصيل تنفيذ الصفقة لضمان نجاحها. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قال في وقت سابق أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بأسرى فلسطينيين تحرز تقدماً.